في محكمة الثورة مرة من المرات حكم عدد من شباب الحزب الشيوعي العراقي بسبب انه هذول الشباب ينظمون داخل الجيش لان هم ملتحقين في الجيش. حكمت عليهم وهناك اكو قانون كان انه اللي ينظم داخل الجيش يحكم بالاعدام. فانحكموا بالاعدام. قام واحد منهم هتف بحياة الحزب الشيوعي العراقي. هتف عدة مرات وجلس. جت القوائم على السيد الرئيس للتصديق. رئيس الديوان حكالة هذه القصة للسيد الرئيس. ورئيس الديوان موجود بالحبس عندكم معسكر كروبر تقدر تشيكها لهاي منه. فرئيس الديوان عرض البريد للسيد الرئيس قال له هذول هيش قصتهم بس هذا واحد منهم ورا ما نطق القاضي بالحكم هتف عدة مرات باسم الحزب الشيوعي العراقي. قال له ايه انطيني الاظبارة. كتب عليه هو عشان يتوقع رئيس الديوان راح يوقع يصادق على اداء. وقع شرح عليه قال تستدعيه هاليوم. نعم. قال للرئيس الديوان تستدعيه هاليوم. اي. وتبلغ بقرار مجلس قيادة الثورة بإعفاء من كل الأحكام اللي حكم عليها وتوصلوا إلى بيته وتكرمه تكريم من عندي. نعم. وقام رئيس الديوان بهذا. فالمحاكم العراقية سيادة القاضي إن حضرتك أنت ابن العراق وتعرف وهذا الشاب شيوعي نظم في داخل الجيش وخالف القانون وهو لا قرابة الرئيس ولا هو ابن ولاية الرئيس ولا هو من كذا والرئيس انتم تتكلمون عنه اذا لا. هو مناطقي او هو طائفي او هو الى اخره هو ينظر لابعد نقطة في الجبل وابعد نقطة في الهور هم ابنائه واخوته وشعبه. نعم. فهذه وحدة من قرارات الرئيس بصدر هذا القضية. فانت سألتنا انتم شايفين هيش شيء يصير؟ نعم احنا شايفين واحد محكوم بالاعدام اطلق سراحه فورا بنفس اليوم لانه هتف باسم الحزب الشيوعي قال هذا رجل وهذا مبدئي وهذا أنا حقيقه الي شخصيا كشخص اشكرك على هالمعلومه كشخص اشكرك على هالمعلومه حقيقه ما كان عندي هيك معلومات.